مساء الخير حبيباتي، طبعا خواتي عندي. قلت أسوي حلا أسرع سريع اليوم. راح أسوي طريقة بسبوسة الطازج، مرة لذيذة وسهلة بدون بيض وما تاخذ منك وقت. المكونات: كوب سميد، أنا استخدمت الخشن، كوب حليب بودر، علبتين قشطة، ملعقة طعام بيكنج باودر، فانيلا رشة حسب الذوق والرغبة، وطبعا هنا عندي نص كوب سكر وبيالة زيت، وللتزيين الفستق. بعد ما خلطت المكونات الجافة، أضيف الآن علبتين القشطة والزيت والفانيلا. هذه المكونات صارت بهذا الشكل. راح الحين أحطها بصينية مدهونة، دهنتها بشوية طحينية وعلى الفرن، وبعد شوي بسوي التغطية اللي فوق. أبي أجرب وأذوق منها، صراحة ما أقدر أستناها لين تبرد. ما شاء الله تبارك الله، اللون يشهي. خلينا نجرب. أتمنى أتمنى تجربونها. طبعا مستوية مستوية وتذوب بالفم وبدون بيض، يعني تاكلين منها ما تشبعين. صراحة مشروع تسمين.